اللعيب المهاري هو معرض ان هو ياخد ضربة جزاء. يعني هات اي لعيب مهاري كده في اي نادي، يعني مثل بركات مثل، اللعيب اللي هي المهارية اللي هو اللي عنده الاداء الحركي، يعني بيتحرك بالكورة بيجري بالكورة، فالمدافع ما بيعرفش ياخد منه الكورة، ما بيعرفش يعطله عن السرعات بتاعته، فمبقاش الاعاقة بتبقى اصل ضربة الجزاء. يعني يعني ليها كذا عنصر عشان تاخد ضربة جزاء، ان انت تجيب يبقى معاك الكرة وتخلي المدافع في ظهرك، فمبيبقاش عنده حل غير هيخبطك، او الاعاقة يعطلك ان انت بتروح على رجله الثابتة فبيقوم تلاقي حاجة لا ارادية قوم رافعها فبيعمل لك اعاقة، او انت تكون مرن وعندك المرونة في الكرة مشتركة فبتلف وتاخده في ظهرك او في جنبك والكرة ما تبقاش بينك وبينه فبيقوم عامل لك الاعاقة او الشنكلة يعني، أو مثلا يشدك. يعني أنا مثلا كنا بنلعب مباراة نهائي البطولة الأفريقية، يمكن كان في البطولة الأفريقية، كنت بلعب سنة 84 وكان كنا بنلعب شبيبة القبائل الجزائري، و في الملعب فيه حوالي 120,000. يعني اليوم ده والله من برضك من الماتشات اللي كان فيها جماهير كتير جدا، والفرقه كانت مقفله لنا نلعب بطريقه صعبه جدا، مش عارفين ما عندناش حل ان احنا نجيب هدف، كرات عرضيه بياخدوها تعمل ثرو باص، فانت لازم تضغط عليهم وتوديهم ال 18. هم كانوا كسبانين الزمالك هناك 3-1، يمكن كان دراعي مكسور فانا ما كنتش موجود هناك، وخسرنا 3-1. الله يرحمه ابراهيم يوسف جاب الجول، وبنلعب المباراة العودة هنا. مباراة العودة انت محتاج تكسب لا 2-0 لا 3-0، يعني لازم تعدل. قعدنا نلعب الشوط الاول حوالي بتاع 35 دقيقة، مش عارفين نوصل للمرمى، احط الكرة كده تتعمل بعرض الجول ياخدها، المدافعين بتوعهم كويسين ضاغطين علينا مقفلين التلت الاخير نلعب بشكل كبير قوي، ما كانش عندك حل غير ان انت تبتدي تستعمل المهاره. فيمكن دي كانت البدايه خدنا بيها ضربه جزاء. انا ما خدتش ضربه الجزاء، كانت الكوره طايره، فالمدافع لاني رايح للكوره، لو حتى انت راجعتها او شفتها هتلاقي انا بين الحارس المرمى خارج ياخد الكوره والمدافع شايفني رايح على الكوره، راح المدافع حاجه لا اراديه عايز يمنعني فحط رجله، فما حط رجله انا رحت على طول، رحت رايح على رجله وحط رجله. ودي مش عايز اقول برك دي، ما مش عايز اقول ضربه الجزاء مهاره او قدره، لا انت بتستغل عدم خبره المدافع، التهور بتاع المدافع، عدم تركيز المدافع، العنف بتاع المدافع، كل ده لازم تستغله. ما زي انت بتتكلم يعني في الكوره حاجتين، في الاداء المهاري بالكوره وفي الاداء المهاري الحركي.